السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتكو ومطبخكو. النهاردة يوم إنجليزي مختلف عن أي يوم إحنا بنشتغل فيه. النهاردة هنعمل اليخني بالطريقة المصرية. تعالوا نشوف هنعمل إيه. اليخني أصلا هو طبق كلاسيكي معمول في الدول الأجنبية بكذا طريقة وبكذا شكل، لكن أساسه طبق اليخني بيتعمل في بريطانيا ومن الأطباق الكلاسيكية قوي يعني. هنعمله بنكهة مصرية بس هنضيف عليه النكهة الإنجليزية. تعالوا نشوف هنعمل ايه ونستعرض المكونات مع بعض. نشوف هنا المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتنا يخني اللحمة البقري، نص كيلو لحمة بقري صغيرة، 50 جرام جزر، 50 جرام كرافس، عود كرات، 2 بطاطس متوسطة، ملح وفلفل، ورق لورا، عود قرفة، 2 معلقة دقيق، 50 جرام جبنة شيدر، معلقة بصل بودر، ومعلقتين زبده، 3 فصوص ثوم، فلفل احمر حامي. تعال نشوف هنعمل ازاي الطريقه بتاعتنا. بكل بساطه هنجيب طاسه، نشوف بس المكونات بتاعتنا واحنا بنستعرضها. بكل بساطه المكونات زي ما حضراتكم شايفينها. الطاسة بتاعتي سخنة، بحط شوية زيت صغيرين قوي. مهم قوي التفاصيل في الأكل دي والطريقة اللي احنا هنشتغل بيها، لأن هي دي اللي هتخلينا نطلع حاجة كويسة. الطاسة بتاعتي سخنة، باخد أول حاجة اللحمة بتاعتي أنا سلقها شوية مخليها بالشكل ده علشان ما تاخدش وقت كتير في السوى. يدوب بشوحها بالطريقة دي، طرق اليخني كتير وبتتعمل بطرق مختلفة. يدوب شوية الكرفس دول حلوين قوي، كرفس كتير. بقطع الكرفس بتاعي، الجذور بتاعته ما بقطعش الورق بتاعه، باخد الجذور بتطلع لي نكهة مختلفة وطعم حلو قوي. وبعد كده ببتدي اخد البصل، خلي دول هنا، تعالوا نقلبه كده شوية مع بعض. ببتدي احط له حتة زبدة صغيرة علشان يعمل عملية كرملة. الكرملة في حد ذاتها بتخلي في تيست، وفي نفس الوقت وبتدي طعم مسكر شوية للحمة. اللحمة اللي احنا سلقنا، الشوربة اللي احنا سلقنا فيها اللحمة خدناها عشان احنا هنسقي بيها اليخني بتاعنا. اليخني ليه طرق متعددة كتير قوي، بس احنا هنعمله بطريقة حلوة قوي وجديدة كمان. شوية جزر صغيرين، الفلفل الحامي. في ناس كتير ما بتحطش فلفل حامي، بس انا يعني بفضل ان اللحمه لما بتاخد فلفل حامي وخصوصا لما بتبقى شويه صغيرين بتدي ليها طعم ومذاق حلو قوي. فصين توم ممكن نفرمهم، الفصين دول حلوين قوي، 3 فصوص بالشكل ده. مش عايزه يبقى ناعم قوي ولا في نفس الوقت يبقى خشن، يدوب باخده بالشكل ده عشان طعم الثوم احس وانا باكل بالشكل ده. ريحه الثوم تجنن. حلو قوي موضوع كمان الثوم، ان احنا نستخدم الثوم كتير في اكلنا وفي طرق صحيه مختلفه، ان احنا لو اكلناه كمان مع زيت الزيتون مفيد لصحه القلب، مفيد كمان للكولاجين اللي موجود في البشره. بسيب ده شويه لغايه ما يتكرمل. هنعمل حاجه اسمها الدامبلينج. الدامبلينج ده عباره عن ايه؟ هنحطه على وش اللحمه. دي الطريقه الانجليزيه اللي انا هعملها معاكم جديده.
شويه بكل بساطه جبنه شيدر دقيق وشويه زبده. طيب هنعمله ازاي؟ تعالوا اوري حضراتكم هنعمل ازاي. نجيب حاجه صغيره حله او حاجه بيضاويه، بحط الدقيق بتاعي بالشكل ده وببتدي احط معاه الزبده وببتدي ادعك الزبده بتاعتي لغايه ما تبقى حتت صغيره والدقيق يبقى مخشن. وببتدي احط لها شويه ملح صغيرين. دايما كان في اسئله كتير قوي بتجيلنا ان احنا ليه بنحط الملح مع السكر في خصوصا في المخبوزات، ومع اني انا اصلا ما بحسش طعم الملح في المخبوزات. الملح لما بيتحط مع الكربوهيدرات بيظهر نسبه الحديد اللي موجوده في الدقيق، فبيساعد على الانتفاخ وبيخليها تختمر اكتر. زي ما حضراتكم شايفين بقى متفرفت كده، هبتدي احط معاه الجبنه الشيدر وهي برضو سايحه كده، وابتدي اعملها زيها زي العجينه دي، اسمها الدامبلينج، دي اللي هتبقى على وش اليخن بتاعنا على الطريقه الانجليزيه. طبق كلاسيكي وحلو قوي وغني كمان بالفيتامين والبروتين. شايفين حضراتكم بقت عامله ازاي؟ دي ما بتتفردش شريحه، دي بتتفرد، دي بتتحط زي الكرامبل كده على وش اليخني وبتخش الفرن. هنحط البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. طبعا ليه احنا حاطين، عايز اوري حضراتكم ليه حاطين البطاطس بتاعتنا بالشكل ده في ميه، علشان لما بتسود لو ما حطيناش عليها ميه. خلينا نحط البطاطس بالشكل ده. هنحط معاها بقية الشوربة اللي احنا سوينا فيها اصلا اللحم. نلم دول. تعالوا نبتدي نحط التوابل بتاعتنا، الملح بتاعنا بكل بساطة. ريحته تجنن، شوية كزبرة، فلفل اسود، فين الفلفل الاسود؟ ورقة لورا الجميل، وادي القرفة والفلفل الاسود. ده الفلفل الاسود، وهنقلب تقلبتين. نحضر حاجة كمان لغاية ما ده يستوي. تعالوا هقول لحضراتكم هنعمل حاجة من الحاجات الجميلة قوي والحاجات البسيطة قوي والحاجات اللي أنا مؤمن بيها إن هي فيها قيمة غذائية عالية وتنفع كمان لأطفالنا، وتنفع كمان إن احنا نعمل لها عملية تحديث، إن أنا ممكن أضيف عليها، مش شرط اللي أنا قلته يتحط، ممكن نضيف عليها إضافات تانية مختلفة زي ما حضراتكم تحبوا. هنعمل مافن الخضروات. المافن بيتقدم بأشكال كتير، ممكن بالخضروات، ممكن يتقدم حلو، ممكن يتقدم حادق، بس احنا النهارده هنقدمه أيتم حادق أقدر أكله في أي وقت. مافن الخضروات، كوبايتين دقيق، معلقة زيت، ربع معلقة ملح، كوباية ونص مية، بيضاية، نص معلقة بيكنج باودر أو بيكربونات صوديوم، والحشو بروكلي مسلوق. زي ما قلت لحضراتكم إن الحشو ممكن يعتمد على اختيار حضراتكم، ممكن يبقى مشروم، ممكن يبقى ذرة صفراء مسلوقة، ممكن حاجات كتير جدا. بنجيب حاجة، المكونات بتاعتي بسيطة جدا، وبحط الدقيق بتاعي، كوبايتين دقيق، بص على ده كده شوية،
يا دوب قرب يستوي وهيطلع. وابتدي اخد الميه بتاعتي. الميه بتاعتي طبعا بارده. معلقتين الزيت، بيكنج باودر او بيكربونات صوديوم، والبيضه بتاعتي. اول ما احس ان انا العجينه بتاعتي محتاجه دقيق او محتاجه ميه اديها ما اخافش، بضربه بالشكل ده. المافن من الاكلات الانجليزيه اللي هي مشهوره، بتتعمل على الفطار، بتتعمل على بتتعمل كمان في وجبات المدارس. نديها شويه ميه صغيرين، عايز القوام يبقى ليكويد شويه. عجينه بسيطه قوي، واي حد او اي ست بيت ممكن تعملها بكل بساطه. احط لها شويه ملح، المرحله اللي انا عملتها دي مرحله ضرب الخليط او بمزج فيها الدقيق وكل المكونات اللي احنا حطيناها، بسيبها تطلع كل الهواء اللي فيها علشان ما تبقاش فيها فقاقيع من جوه، وفي نفس الوقت يبقى قوامها مناسب. تعال نشيل دول ونحط دول. لو نقدر نطلع فاصل نطلع ولا نستنى شويه؟ يلا خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم، استنونا محدش يمشي. رجعنا لكم بعد الفاصل. ظبطنا الدنيا كده عشان نرجع لحضراتكم ونستعرض مع حضراتكم اللي احنا عملناه سريعا كده. عملنا اليخني على الطريقه الانجليزيه، هنغرفه وهنحطه في الفرن، وبعد ما نغرفه هنحط كمان المافن معاه. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا المافن بتاعنا لو احنا ممكن عايزين نحط مكان البروكلي، بس انا بفضل ان البروكلي فيه كميه حديد كتير وفيه كميه فيتامين كتير تساعد الاطفال كمان. نقدر نحط مشروم، نقدر نحط ذره صفراء، ممكن نحط كل البقوليات اللي هي المسلوقه، نحطها بشكل حلو قوي نقدمها مع الاطفال في المدارس. وجبه حلوه قوي كمان للمدارس ومفيده قوي للاطفال. ممكن كمان نحط مع المافن ده، يعني انا هحط شويه زعتر، ممكن احط شويه نعناع، كل الحاجات دي بتساعد على ان انا احس بطعم مختلف. تعالوا نغرف اليخني بتاعنا في الطبق الفايركس ده الجميل. طيب انا البطاطس بتاعتي انا لسه هدخلها الفرن، البطاطس بتاعتي لسه ما استوتش شويه. طيب انا بعمل ايه بقى؟ الكرامبل ده او الدامبلينج ده بعمله كده. بصوا ده هيخش هيبقى لونه ذهبي كريسبي وفي نفس الوقت ملتي سايح، هتاكلوا حاجه ما اكلتوهاش قبل كده هتعجبكم جدا. طريقه مختلفه. تعالوا نحط الحاجه بتاعتنا في الفرن. الفرن بتاعي على 180 درجه، درجة حرارة متوسطة، بياخد بالظبط حوالي من 10 ل 15 دقيقة. احنا دي خلصناها ودي كمان. هنغرف المافن بتاعنا، المافن بتاعنا بكل بساطة زي ما احنا قلنا، نجيب معلقة دي كده أنا مش محتاجها تاني. بجيب المعلقة بتاعتي بالشكل ده وببتدي، عايز اوري حضراتكم بنحط المافن بتاعنا ازاي. بحط كده بالشكل ده. تعالوا كمان نخلي البروكلي هنا علشان لما نيجي
نغرفه يبقى قريب من ايدينا. حط هنا كمان. ليه بحط في الاول؟ علشان ما يبقاش فيه فراغ من تحت وما فيش حاجة فاضية تحت في القالب. العجينة بتاعتنا في كمان من الحاجات الجميلة قوي ان البروكلي بيساعد على صحة الرئة، في كمية فيتامين عالية جدا. شايفين؟ ما بملاش القالب بتاعي للاخر لان هو كده كده اوريدي بيبقى بيعلى. خليهم كلهم نفس السوى. دول مش محتاجينهم. هنحط عليه كمان زعتر بسمسم، جزء منه عليه زعتر بسمسم، هيبقى طعمه حلو. ممكن كمان احط عليه كمون، ممكن احط عليه بابريكا، طعمه حلو قوي. البابريكا من الحاجات اللي هي بتخلي الحاجه فيها طعم التدخين. لو انتوا هتشوا حاجه خلوها في المشويات بتاعتكم. ممكن كمان عندي بصل بودر هنا هيدي طعم حلو قوي، بصل خشن. تعالوا نحطه في قلب الفرن بتاعتنا. الفرن بتاعتي درجة حرارة متوسطة، عايز اوري حضراتكم البطاطس بتاعتي وصلت لايه واللون وصل لايه. لو الكاميرا قاطعه البطاطس بترقص تحت. طيب خلينا نشوف هنعمل حاجه ثانيه. هنعمل وراك فراخ بطريقه مختلفه قوي وطريقه جديده وبصوص مختلف. ممكن تكونوا حضراتكم ما سمعتوش عنه بس هنعرضه على حضراتكم. هنعمل الفراخ بصلصه الهولنديز. هنقول المكونات بتاعتنا، نقربها ليكوا هنا كويس كده. خليها. طب نقول المقادير مع بعض. نص كيلو وراك مخليه بتشال منها العظم، 100 جرام فلفل الوان، 50 جرام بصل، 100 جرام زبده، كوبايه خل، فلفل اسود حصى، 2 ورقه لورا، 2 فص ثوم، 2 صفار بيض، ملح وفلفل وعصير البصل. والملح والفلفل طبعا ده اساسي معانا في كل حاجه. هنجيب لانشا وعلشان نطبل الفراخ بتاعتنا. هنولع بس الجريل الاول. الجريله بتاعتي سخنه
تعالوا نجيب حاجة. علشان نتبل فيها وراك الفراخ بتاعتنا. وراك الفراخ بتاعتنا عايز اوري لحضراتكم، انا قايل الجزار يشيل لي منها دي الوراك، شيل منها العظم، علشان هوريها لحضراتكم هتعمل بأني طريقه وازاي بالشكل ده. عايز اقول لحضراتكم ان اللي بيعمل دايت او اللي بيعمل او اللي بيلعب جيم يبعد تماما عن موضوع الوراك. الوراك فيها نسبه بروتين عاليه وفي نفس الوقت نسبه دهون، فعكس الصدور. الصدور بتتاكل بتبقى قاسيه شويه لكن بتتهضم اسهل واسرع، لكن الوراك بتتاكل ببساطه وبكل سهوله لكن في الهضم بتاعها بتبقى اصعب شويه. هنحط عليها شويه الملح. من عندي الطاسه دي هعمل فيها حاجه حلوه قوي. هعمل ايه؟ هحط الخل بكل بساطه، الخل ده اهو، ومعاه هنا في وحده ينسون، هاخد كل النكهه اللي فيها، شويه ورق لورا، لو انا عندي فص حبهان، فلفل ابيض حصى. انا عايز بس اخد النكهه والفليفر والطعم بتاع الحاجات، كل الحاجات دي، علشان هطعم بيها الصوص بتاعي. تمام كده؟ طيب عندي زبده اسمها زبده عاديه جدا، عايز استعرضها مع حضراتكم، شايفينها دي اسمها زبده كليريفايت او زبده متكرره. الزبده بتاعتي بكل بساطه بحطها على نار هاديه لمده ربع ساعه، بفصل منها الدهن عن الميه، نسبه الدهون اللي موجوده فيها بفصل عنها الرطوبه، فبتتقسم عندي اتنين، النسبه اللي فوق واسيبها كاني بقصر مرته او بعمل السمنه البلدي زي ما احنا بنعملها في البيوت عندنا، يفضل فيها المرته، فباخد السمنه صافيه زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده. ده الاساس بتاعي لصوص الهولنديز. يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا، الخل بالطريقه اللي احنا حطيناها، وحده ينسون، ممكن وحده سوري عفوا حبهان، كل الحاجات دي كلها بتدي طعم وريحه حلوه قوي. انا ده غلي عندي، هشيله دلوقتي واحطه على جنب علشان ما يطيرش في الهواء. وده الزبده بتاعتي. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب مضرب من عندي، صوص الهولنديز من الاكلات او من الصوصات اللي هي بتبقى موجوده في فرنسا واللي بيعتزوا بيها قوي قوي في كل اكلاتهم، مع السمك يضيفوا عليه الشبت، مع الفراخ يضيفوا عليها كل حاجه مختلفه. تعالوا كمان نجيب بولة صغيرة، البولة بتاعتي بنشفها كويس قوي من الماء. الصوص بتاعي الأصفر بيض أهو بكل بساطة، وببتدي أجيب حلة صغيرة الحلة الصغيرة دي، بحط فيها شوية مية صغيرين قوي، ده الصوص. يبقى خلينا فاكرين احنا عملنا ايه، شوية خل حطينا معاهم الفلفل الاسود، ورق اللورة، واحدة ينسون، والزبدة متكررة زي ما حضراتكم شايفين، والاصفر بيت. المية هنا هتبتدي تسخن، هحط اصفر البيت كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي اضرب.
مهم قوي ان انا الاصفر بيض بتاعي افضل اضرب واستمر مع الضرب علشان ما يعملوش عمليه تخثر ويبقى كله مكلكع. لازم يبقى الصوص بتاعي ليكويد او سائل. ببتدي اضرب كده على حمام البخار لسه الميه هتسخن دلوقتي. تعال نبص كمان على الحاجه بتاعتنا. الله، اليخن بتاعي مش محتاج اي كلام، بص لونه. خليه هنا لغاية ما يجي نضرب. بقعد اضرب 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 لغاية ما اول ما احس ان صفار البيت كله ابتدى يلم او يجمد معايا او قوامه يختلف عن ما حطيته في البداية. هبتدي احط الزبدة بتاعتي الكليريفاي او واحدة واحدة. اهم حاجة ان انا استمر في التقليب وما ازهقش. هيديني حاجة حلوة قوي وطعم جميل جدا. وابتدي احط الزبدة بتاعتي تاني وانا بضرب. كل ما الميه بتكون سخنه عندي كل ما قوامه بيبتدي يبقى افضل. اول ما احس ان هو خلاص هيتقل ويمسك بحط له شويه الملح عشان يديله طعم. احط له كمان بقيه دول عشان يبقى عندي صوص الهولنديز. بصوا بدأ يتقل ازاي حضراتكم. اديله بقى شويه الخل بالفليفر اللي احنا حطيناهم من غير طبعا ما احط فيه الورق اللورا والحاجات دي. يا سلام. طبعا النار هاديه يا دوب، بس انا عايز البخار بس هو اللي يطلع، وعشان في نفس الوقت ما احرقش ايدي او ما لسعش ايدي وما بوظش البوله اللي انا بشتغل فيها. ممكن لو انا خايف ان انا اشتغل في بوله ازاز ممكن بوله استانلس او ممكن حاجه زي كده احطها جوه الحله الكبيره. بعملها زي بامبري او حمام ميه. انا كده الهولنديز بتاعي بقى حلو قوي. تعالوا سيبوا شويه يتقل. تعالوا اوري حضراتكم الوراك بتاعتي هعمل فيها ايه. الوراك بتاعتي هخليها كده بالظبط واحط معاها شويه بصل، واحدتين فلفل، وببتدي ارصها واقلبها كده بالشكل ده. لو عندي واحده توزبيكس
بسيطة وكمان حلوة كمان للأطفال المدارس ولادنا ربنا يخليهم لنا. دول هناخدهم على الجريلا بتاعتنا بالشكل ده. خلونا كمان نضرب ده كمان. تعالوا نبص كمان على المافن، مش محتاج اي كلام. المافن الله، ريحة المخبوزات تبقى جميلة قوي. طيب خلونا نقدر نطلع فاصل. يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم ونوري حضراتكم احنا عملنا ايه الحاجات الجميلة دي. نرجع فاصل يلا. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف كده نقطع كده هنا ونشوف الفراخ بتاعتنا وصلت لايه علشان هنحط عليها صوص الهولنديز الجميل اللي احنا عملناه قدام حضراتكم. بصوا الفراخ، هنبتدي اشيل التوسبيكس بتاعها او الخله بتاعتها اهي. تعالوا هنحطها هنا واحده واحده بالشكل ده، وكمان ناخد دي بالتوسبيكس بتاعها. تشيل عندي هنا وكمان دي كمان. لو انا ما عنديش الجريلا دي او ما عنديش واحده زي دي، ممكن استخدمها في طاسه بكل بساطه يعني خلي دايما مش الادوات هي اللي تتحكم فيا قد ما انا اتحكم في الامكانيات اللي موجوده عندي في المطبخ. طيب هكمل تسويتها ازاي؟ هناخد الصوص بتاعنا، صوص الهولنديز. تعالوا بقى اوريه لحضراتكم عامل ازاي. يلا نجيب معلقه ونحط صوص الهولنديز بتاعنا ونشيل دي. بصوا القوام بتاعه، نحط الهولنديز بتاعنا. كل ده هيسيح وهيبقى طعمه يجنن. يلا تعالوا نمسح ده كمان علشان واحنا بنقدمه لحضراتكم ما يكونش محروق. هنحطه في الفرن مش اقل من 3 دقايق بالظبط. نشيل ده المايه دي. ممكن نحط هنا شويه بقدونس صغيرين. نشوف نقفل بس الجريل علشان تعبت لي صدري وانا عندي برد. تعال شويه بقدونس صغيرين، الورق الجميل ده. خليه كده
تجنن. تعالوا نغرف ده كده بشكل، انا بحب اغرفه بالورق بتاعه ده، بالكب كيكس ده كده. الله، بصوا ممكن هنفتح واحده نوريها لحضراتكم من جوه شكلها عامل ازاي، ولان انا ريقي جري عليها بجد يعني. بصوا عامله ازاي من جوه، وادي واحده البروكلي، واحده البروكلي بكل جمال وبكل بساطه. تسلم ايديكم، طعمها يجنن، حلوه قوي، مظبوطه، ما فيهاش حاجات كتير داخله ببعض. تعالوا نكمل. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن نحط بروكلي، مشروم، نحط خضروات تانية مختلفة، فاصوليا، ممكن أطفالنا نشوفهم بيحبوا إيه. اللي عليها زعتر دي طعمها تحفة، ريحة يا جماعة المخبوزات لما بتبقى في البيت بتخلي فيه فعلا بركة وفيه حياة وفيه حركة كمان في البيت يعني. ده المافن بتاعنا، خلينا نرصه كده بشكل حلو، نخليه هنا جنب اليخني بالشكل ده، نشيل ده كمان، ده مش محتاجه. تعالوا نبص كمان على الهولنديز. لو في اسئله عند حضراتكم او لو في اي استفسارات، احنا طبعا موجودين 24 ساعه على الصفحه بتاعتنا، ما كنتش انا برد في الادمن اللي موجود في قناه تين، في ناس كتير قوي بترد على حضراتكم الاسئله اللي احنا بنحاول نجيب اجاباتها لحضراتكم من كل الاماكن ومن مصادر موثوقه على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها. حاولنا ان احنا نكون بكل مصداقيه، ان احنا نكون معاكم بكل شفافيه، وان احنا بننقل لكم الاكل زي ما هو مكتوب. يمكن يكون في انا بضيف حاجه او بنقص حاجه، لكن الاساس هو واحد ما بيتغيرش عندي علشان حضراتكم. حتى كمان الريسبي والمكونات بتتعمل بالظبط، وبنعمل عليها اكتر من مره تجربه واكتر من مره تجربه واختيار، ان احنا ندوق الحاجه كمان قبل ما نعملها لحضراتكم، علشان تبقى نقدر نقول لما حضراتكم تطبقوا الوصفه بالظبط تطلع زي ما احنا عملناها وقدمناها لحضراتكم. تعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا وصلت لايه. لونها بدا يحمر، انا عايز هشوف لها طبق تحت لان هي شكلها حلو قوي، فعايز اخلي لها شكلها احلى يعني. مهمه قوي في الاتيكيت وطريقه التقديم، ان هي بتفرق كتير قوي بين ان انا اكل حاجه بشكل مصمت وغير ان انا اقدمها وهي حاسس ان فيها روح، فيها حياه، فيها ان انا قدمت حاجه فعلا تعبت فيها وفيها مجهود. اي مجهود بسيط حتى لو مش متشاف، لكن صدقوني بيتحس. تعالوا نجيب الفراخ بتاعتنا. الفراخ بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين الصوص وصل لايه، والفراخ بقت عامله ازاي. الفراخ عايز اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا، مختلفه، ثلاث اطباق مختلفين عن بعض، طرق مختلفه، وكمان طرق تسويه مختلفه. اتمنى ان الاكل يكون عجبكم. بس قبل ما نختم حلقتنا احب اشكر كل الناس اللي بتعمل مجهود كبير جدا اللي خلف الكاميرات، شكرا ليكم، وبجد انا بشكر حضراتكم. اتمنى ان انتم تتبعوا الوصفات بتاعتنا، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.